هلا والله، مساء الخير. موجود الليلة في محافظة العارضة وبالتحديد في جبل سلا. طبعا جاي بالتحديد لهذا البيت الصخري، وعمر هذا البيت تقريبا 80 سنة. هذه هيئة البيت من الخارج، طبعا صخرة حولت إلى بيت. ندخل الآن إلى البيت الصخري. طبعا هذا البيت، واستخدم الآن كمجلس. وفي هذا المكان توضع صغار الغنم خوفا عليها من الذئاب ومن الحيوانات المفترسة. وهذا خزان للمياه، كان يسمى قديما البركة، وهو منحوت في الصخر. طبعا يتم فيه تجميع مياه الأمطار للري الزراعي وأيضا لسقي الأغنام. هنا كانت تقام الصلاة لجميع أهل القرية. هذا هو بيت الشيخ قاسم سلمان الجابري، قام بإنشائه في جبل حوالي 81 سنة. إلى 1395 تم انتقالنا إلى البيت الحجري، وتم تحويل القلعة إلى مجلس للضيفان، ولا لا مجلس مستقل. هذه أيضا إحدى الغرف التابعة للبيت. سمي هذا البيت بقلعة المعقرة. وفي هذا المكان خلف البيت تستخدم جلسة خارجية. هذا البيت يستخدمه الآن أحفاد صاحب المنزل قديما. ألقاكم إن شاء الله في تغطية أخرى وفي تقرير آخر، وفي أمان الله.